طيب انا فهمت دلوقتي ان الزواج مسؤوليه ومشاركه وكده، وهو فرض وسنه، يعني سنه عن النبي وسنه مؤكده، هذه سنتي، وان الزواج مش حاجه وحشه زي الناس ما هي فاكره، وان حاجه مؤذيه جدا، ودي حاجه مش عارف، لا لا خالص، الزواج مش زي ما هم مصورينه. يعني انت عندك دلوقتي بيحصل حاجه، مثلا وانت مثلا، طبعا معظم البنات دلوقتي على الانستا او السناب، يوم مش شويه بقى انستا وسناب، بدلت على التيك توك. المهم دلوقتي انت بتعملي ايه؟ شايفه السيلفي كل شويه وانا خارجه، الدبله بيقول لي، الورده، الاكل اللي انا عملته لما خطيبها جه، او المشروب اللي عملته، او اللي مش عارفه ايه، الحياه كلها وانت بتشوفيها على الميديا. حلوه قوي. او بتسمعي المشاكل، بتسمعي المشاكل بقى اللي بتتقال، اللي تكرهك اصلا في منظومه الزواج. فطبعا انت شايفه يا اما الحياه اللي هي السيلفي الجميله، يا اما بقى اللي متجوزينه عليه، والجواز واللي حط والمشاكل واللي ضرب واللي خان واللي عمل واللي اتجوز عليها واللي كذا واللي كذا، تمام. فالاصل ان انت مش شايفه الحياه الحقيقيه للزواج، فبيعزف الشباب عن الزواج، وده مش صح. الحياه مش كده على فكره، الزواج مش وحش، بالعكس، فطره ونيس اليف، توأم روح، حد بيحبك، حد تبصي له شكواكي، حد وقت التعب يطبطب عليكي، حد تشتركي معاه في اوقات الفرح والخروج واللعب. تمام، توأم للروح. والانسان ما يعرفش يعيش لوحده. لو جبت واحد على جزيره واديته له قصر، وقدام القصر نهر وميه وناحيه وخيول وزرع ولؤلؤ والماظ، بس هو لوحده ما يستمتعش، يكتئب. الانسان ما ينفعش يعيش لوحده. علشان كده خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وخلق لكم من انفسكم ازواج. ليه خلق من نفسي ازواج؟ ليه؟ لتسكنوا. يبقى مش هدف الزواج السيشن، مش هدف الزواج ان انا اروح مش عارفه اجيب ايه ولا اعمل ايه واروح لا لا لا، ولا هدف الزواج برضو ان هو هيبقى انا متجوزه عشان اخلف، انا متجوزه عشان اخلف عشان العيال. برضو ودي كارثه، عشان العيال. ده حلو، ده حاجه، عارفه انت كده اوبشن عليه، لكن ربنا ما قالش كده. قال ايه؟ لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. يبقى الاصل ان انا بتزوج لحد عشان روحي تسكن اليه. احنا ما بنشوفش كده دلوقتي. عشان كده البنات عندها صوره خاطئه تماما، تقول لك لا انا مش هتجوز اي حد، وتبقى مصره تماما انها تتزوج للي قلبها توافق معاه، بغض النظر عن الاعتبارات العقليه او الحياتيه او الواقع الحقيقي. ليه؟ لان هي خايفه، فهي عايزه حد ايه؟ عايزه حد كويس. طيب دي النقطه الاولانيه، نقطه ان انا عارفه مستهدف الزواج لتسكنوا اليه، وعندي اساسيات الزواج موده ورحمه، والموده اعلى من العشق. انتوا عارفين العشق حب، الحب مش بس حب، يعني يجي يقول لك ايه ده الوله، ده شغاف القلب. طيب ده الموده اعلى منه. ليه؟ لانها باتزان، لانها بعقل، لانها مش بس باتزان وعقل، ده هي كمان فيها نوع من انواع الرحمه اللي ربنا قال بعديها. واحنا صغيرين بنحب، تمام، فيبقى في موده، لكن لما نكبر وتعبنا وده عجز بقى عنده امراض، وده عايز اللي يشيل، وده عايز اللي يطبطب عليه، وعايز كذا، دي الرحمه في السراء والضراء. يبقى الموده والرحمه، ها، والسكن المستهدف الاساسي ده اساسي. ورابع حاجه الايه؟ وعاشرهن بالمعروف. المعاشره بالمعروف ان انا ما بهدلش، ما اعملش، احنا عايزين الشكل ده. طب اختار مين بقى؟ مين بقى الرومانسي التقي الورع، الرومانسي الرباني القراني الكل فيه الحاجات بقى الحلوه اللي احنا بنقولها دي؟ مين اللي يعيني على حاجه زي كده؟ اللي يعينك انك تفهمي يا بنتي تختار ازاي، ولما تختاري تتعاملي ازاي، لان دماغ الراجل خلاف دماغ المرأة.